أهلا بكم. كشف النائب عن محافظة ديالى همام التميمي عن أزمة وقود حادة في المحافظة منذ أسبوع تقريبا، تسببت بوقوف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين. وأضاف التميمي أن وزارة النفط فشلت في تغطية حاجة المحافظات من الوقود، وأن هناك سوء تخطيط وعدم وجود عدالة بتوزيع الحصص بين المحافظات في سياسة مستغربة يدفع ثمنها المواطن البسيط. وأكد التميمي أن وزارة النفط ما زالت تعتمد على استيراد المشتقات النفطية بعد عجزها عن الإنتاج المحلي بما يغطي الحاجة، وهو ما تظهر سلبياته كثيرا على الداخل العراقي. قالت دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان أن العراق بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواكبة التزايد السكاني. وأشارت الدائرة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الحاجة لبناء الوحدات السكنية تتراوح بين 2 و3 ملايين وحدة، مضيفة أن حجم الحاجة السنوية وفق زيادة سكانية تكون أكثر من 1 مليون نسمة، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية سنويا. وأضافت الدائرة أن العشوائيات بلغت أكثر من 347 ألف عشوائية، مما يرفع نسبتها إلى أكثر من 7.5% من مجموع المساكن، أكثرها في العاصمة بغداد. قالت مصادر صحفية في كردستان العراق أنه من المقرر أن يتم قريبا افتتاح منفذ حدودي جديد بين كردستان العراق وتركيا. وبحسب المصادر فإن المعبر الجديد الذي سيطلق عليه منفذ زيتي سيقع في منطقة ميركسور، وسيكون ثاني بوابة رسمية بين كردستان العراق وتركيا بعد بوابة إبراهيم خليل. وتبعد بوابة زيتي 165 كيلومترا عن مركز مدينة أربيل، وستكون مخصصة للتجارة والسياحة، وستعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مدينة هكاري في شمالي كردستان العراق. أعلنت هيئة النزاهة تفاصيل الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري. وقالت الهيئة أن المدان الهارب قام بالاشتراك مع 2 من أشقائه بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الشركة العراقية للنقل البري بفتح حساب جار في أحد المصارف الأهلية، وأودع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة، وبعدها قام هو وأشقائه بطلب منحهم قروضا شخصية بضمان أموال الشركة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دينار، مما تسبب في إهدار هذه الأموال بعد توقف المتهمين عن السداد. أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال المصرف إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطير رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الإلكترونية ماستر كارد. وأضاف المصرف أنه مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.